مساء الخير. لا يختلف أحد على نجاحها، كما لم يختلف أحد أيضاً على أنها مثيرة دائماً للأزمات، أزمات أدت إلى وقفها أكثر من مرة لتعود بنجاح جديد ثم أزمة جديدة، وصولاً إلى قرار الاعتزال. بين سابع سما وسابع أرض، الإعلامية ريهام سعيد في ضيافة الليلة. إذن ريهام سعيد في ضيافة الليل، اللي اسمها طبعاً بيغني عن كل الألقاب والتعريف. مساء الخير ريهام، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة، نورتينا. ميرسي يا حبيبي. يا رب نعمل حلقتين حلوين يا رب، مثل ما كل الناس بينتظروا بس تكون ريهام بضيافة أي برنامج تلفزيوني. هم وحشوني، عشان كده أنا كنت عايزة. وحشتك القعدة قدام الكاميرات. مش قوي بصراحة. لا وحشني الناس بس ما وحشتنيش القعدة. يعني 24 سنة من العطاء الإعلامي. الليلة حنحاول على قد ما نقدر يا إما نختصرهم يا إما نكتشف جانب آخر من ريهام كتار من الناس ما بيعرفوا. حنبتدي أنا وأنت على عمك، هو عنوان المحطة الأولى. في عندنا الصناديق الثلاثة دول، الصندوق اللي بتختاري لازم تجاوبي على أسئلته. أوكي. الأقرب لإلك تختاري أي صندوق؟ اللي في النص. اللي في النص، خير الأمور أواسطها. أوكي تمام، يلا نبتدي. بسم الله. أكيد ثلاث قنابل قدام. ثلاث قنابل أكيد. طبعاً حنفجر أول قنبلة. يلا يلا. ريهام، أنت مؤمنة بنظرية المؤامرة؟ ما كنتش خالص وأنا صغيرة. كنت كل الناس طيبة وكل الناس حلوة وكده. وبعدين لما اكتشفت بقى بمرور الوقت حاجات مش ممكن حد يصدقها، عارفة بقيت ماشية دلوقتي إن بعض الظن إثم. يعني بقيت أقول لنفسي كده، لأن وقعت في مؤامرات كتير قوي، فبقيت ساعات دلوقتي أظلم. يعني بتشك في كل حاجة؟ لا، كل حاجة. كل حاجة بشك، بتشك في كل حاجة. بابايا بشك في كل على المسير، على اللي حصل معك طوال السنين. طب ما الفشل موجود بحياتنا والنجاحات، ليه ما نقولش إنه في بعض العقبات المصاعب؟ الفشل والنجاح غير الخذلان. يعني انجح وافشل ده من عند ربنا. او ممكن اكون انا هشتغل على نفسي، لكن حد يخذلك دي بتبقى صعبه. وهي عدم الثقه بيجي من الخذلان الكتير. يعني طب ليه انت بشكل خاص ريهام؟ لا اكيد انا مش بشكل خاص، اكيد انت في ناس خذلوكي في حياتك طبعا. أكيد بس يعني ليه يعني صارت اكبر نظريه الخذلان او نظريه المؤامره بالنسبه لك وفقا لايه؟ يمكن عشان انا كنت من الناس اللي عليهم سبوت لايت زياده قوي. يعني انا ما شفتش حد في العشرين سنه اللي فاتوا اتكتب عليه كم الاخبار وكم المعلومات وكم، يعني انا كان عليا سبوت لايت كبير شويه، زياده شويه. 23 سنه من العطاء ريهام نسوا بسبب أربع حلقات من سكرون؟ لا، هما مش بسبب أربع حلقات على فكرة خالص. لا يعني هما بسبب التوقف كتير. يعني مش عشان حصل مشاكل أو أربع مشاكل في 5500 حلقة. حلقة الثعلب، حلقة التخان. لا مش عشان كده، عشان التوقف كتير. يعني توقف سنة فتت المول، وبعدين أرجع. وبعدين توقف سنة تانية، وبعدين سمنة توقف سنة. يعني توقفت في الخمس سنين اللي فاتوا ثلاث سنين. فثلاث سنين مش على الشاشة، ولما بتطلعي ما بتكمليش سنة، فخلاص. لكن هو زي ما يقولك ايه، الزن على الودان أمر بالسحر. لو أنا موجودة طول الوقت، لا ما حدش كان هيفتكر حاجة. طب اختيارك للحلقات أو المواضيع، يعني واحد يحصل معه مشكلة أول مرة يقول أنا أتفادى أنها تحصل معايا في المرة الثانية. طب مرة واثنين وثلاثة وأربعة، هل عن سابق تصور؟ مفيش حاجة وتصفيق؟ شبه في حاجة. يعني لما تقعي في نفس، تكون مثيرة للجدل. يعني أنا اليوم في عندي معايير معينة في البرنامج، بعرف أنا مش لازم أتخطاها. لا أنت لو أنت سبوت عليكي زي محمد رمضان مثلا. طيب محمد رمضان عمل حاجة ما عملش حاجة، هيتكلموا، لازم هيتكلموا ولازم هيثيروا الجدل. ليه؟ لأنه عدى الخط الأحمر بتاع النجاح. أنت أقل حاجة بتحصل يعني كانت تسبب لك مشكلة. لا هو كلامك هيبقى صح لو إحنا غلطنا وما صلحناش. إحنا ما غلطناش ولا مرة. إحنا بيغلطونا
طب بس صار في قواضي وصار في كلنا احكام، طلعنا فيها براءة، مش ولا احكام ولا حكم. طيب اتسجنتي 45 يوم ليه؟ ما اتسجنتش، اتحبسنا احتياطي. طيب كان كل مرة بنطلع من اول جلسة، ده دليل على ان مش حاجة خالص. يعني دايما لما بيبقى في قوالين او شهود او حاجة، لكن احنا من اول جلسة لان مش اي حاجة خالص. لكن لما حد يبقى متضايق منك او عايز يوقعك بيقعد لك بالورقة والقلم كده ويعمل لك افخاخ ويعمل لك صور ويفبرك لك حاجات ويقتطبوا من فيديوهات ويحطها لك ويعملوا مش عارفة ايه. فهي عشان كده لما بتقولي لي وحشك كرسيك، لا، لان انا عارفة خايفة منه اصلا. مش خايفة، لا ما خافش، بس انا عايزة اعيش في سلام خلاص، انا تعبت. يعني انا النهاردة بكرة هرجع هبقى انجح من 4 سنين وهحقق مشاهدة اقوى من اي حد موجود. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، متفق إلا بالله. ولكن وجع دماغ هتلاقي برضو، الصحفي اللي هيفضل متدقبك، وهتلاقي الموقع اللي بيعمل ضدك، وهتلاقي الزميلة اللي بتوقعك، وهتلاقي اللي بيبعتلك المعدة عشان يجيبلك حاجات فيك، وهتلاقي من كل حتة. والمشكلة انك ما رح تعرف تدير الموضوع. يعني انت يا اما بيك تشتغلي بنفس الخط اللي تعودت تشتغلي فيه، ولو اخترت خط اخر مش هتكوني انت، صح؟ لا، هي لو قلنا ان احنا عملنا مثلا 6000 حلقه في حياتنا ووقعونا 3 مرات مثلا، ده رقم قياسي. يعني انا شايفه ان احنا كنا واخدين بالنا برضو قوي. لا انا بقصد دلوقتي لو رجعت حتى ريهام اخترتي، رح تقدري ترجعي تتناولي نفس المواضيع اللي كنت تتناوليها قبل بنفس الزخم بنفس سقف الحريه ولا لا؟ حسب القناه سامحالك بايه. وانا ست بروفيشنال، لو القناه مش عايزه يتزع عليها 1 2 3 4 لازم هسمع الكلام. يعني اه طبعا. بس قد ايه رح تبقي تشبهي نفسك فيها؟ لا، اصل هما مش بيقولوا لي مثلا اقول حاجه كذب او مش حقيقه او مضره. لكن افرضي ان هما سياستهم ان هما مش عايزين يطلعوا ده، خلاص انا عندي صفحه على الفيسبوك وعندي على الانستجرام، واي حاجه عايزه اوصلها للناس اقدر اوصلها على المستوى الشخصي. لكن في الاخر انا موظفه في قناه، لازم احترم سياستها وتوجهها من خلال مواقع التواصل الخاصه فيك. يعني بتقدر توصل لو عايزه يعني. طيب ريهام 45 يوم قلتي لي هم كانوا ايه بالنسبه لك؟ درس حياتي، يعني اقوى درس اخذته، والحمد لله ان انا اخذته لان غيرني خالص. طيب احكي لي بس بالتفاصيل، خلينا نبتدي الحكايه. اول ما تلقيت الخبر صدقتي؟ انت كنت متوقع يحصل ده ولا قلت لا انا بحلم ده؟ لا مش حقيقي. بصي انا مستجدعه نفسي قوي في حاجه، ان انت دايما بتروحي النيابه بيتقال لك مثلا هتروحي مش هتروحي كده، فانا كل المحامين قالوا لي لو روحتي مش هتروحي. القضايا دي معظمها، مش انا اي حد، القضايا دي معظمها لازم النيابه بتحبس 4 ايام لغايه ما تخلص التحقيقات. فانت تخيلي ان انت باختيارك التام بعد ما تولدي ب20 يوم بتاخدي شنطه هدومك وبتفتحيها وبتلمي هدومك ومش عارفه انت راجعه ولا مش راجعه، مش عارفه هتشوفيهم تاني ولا لا، هتشوفيهم بعد كام سنه، هترجعي البيت ده ولا لا، هيحصل لك ايه، انت رايحه فين. انا كنت حاسه ان هو فيلم، يعني عارفه وانا لما شنطتي وماشي كده وببص لابني، يعني كان عنده 20 يوم 20 يوم وبرضعه ومفيش لبن، وحتى انا اتاخرت في ان انا اروح النيابه عشان ما كنتش لاقي لبن. كان هو عنده حساسيه من اللبن الصناعي وكان لازم ابعت اجيب من امريكا لبن، ما كانش ينفع لبن من هنا. فاللي اخرني ان انا اروح، حتى في ناس من الكرو زعلت مني ان انا ما كنتش لاقي لبن لابني، لان انا يعني اتحبس قبليه ناس من الكرو قبليه، يعني اللي انا ما بكلمهمش لغايه دلوقتي يعني. ف كنت راجل قوي، يعني انا فاكره ان انا عيطت بعد 3 ايام مثلا. اول ليله في السجن الاحتياطي او في الحبس الاحتياطي كان ايه؟ يعني عايزه اقول لك ان ربنا زي ما يكون بعت لي حد ينيمني، عارفه؟ نمتي؟ يعني انا والله يعني زي ما يكون ربنا، انا مش عارفه طبعا الصبح ولا بالليل ولا ايه، بس انا ربنا كان بعت لي حد ينيمني لان انا نمت كتير قوي 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 قوي. وما كنتش مصدقه، مش مصدقه ان ده بيحصل. تالت يوم عيطت ليه تالت يوم؟ وهما بيصوروني اللي هي الصوره اللي هي بتاعت اليمين والشمال،
صعبت علي نفسي قوي، مش ممكن يعني دي اخر يعني. ممكن مثلا كنت اتخيل ان هيجي لي سرطان، ان انا ممكن مثلا يحصل لي حادثه، لكن دي اخر حاجه ممكن اتخيلها. ومروا عليك الايام دي ازاي؟ بصي انا كنت بحاول ان انا اتاقلم، يعني كنت بحاول احب المكان، بحاول احب الناس، بس كان في شوكه او وجع في صدري كده طول الوقت والله، زي الازمه كده بتجيلي ان انا مش هشوف ابني تاني. معقوله انا مش هقابله تاني خالص؟ خلاص، وبقيت تهم بقى سنين كثيره قوي، فخلاص يعني موت يعني بالنسبه لي يعني. كانوا مرعبين، بس كان عندي يقين. نظرتك للسجن او للحبس بشكل عام قبل وبعد اختلفت ازاي؟ لا، بعد بقيت انسانه بحمد ربنا على دخول الحمام. متهيالي ان لو انا كل يعني كنت مريت بكل اللي انا مريت بيه بعد دي من مشاكل و وما كانش حصل الموضوع ده، ما كنتش هبقى كويسه. لا، انا دلوقتي على طول بيجي لي اسمها كولابسنج، يعني ايه اسمها؟ نوع من احباط شديد يعني بسقط كده ساعات. بس لو ما كانش جه موضوع السجن ده كان زمان دمرت. ازاي؟ كان زمان دمرت نفسيا، لان انت كل اللي بيتقال عليكي مش حقيقي، وكل اللي بيتقال حواليكي باطل، وكل الاتهامات ليس لها اي اساس من الصحه. واقعد اقرا الحاجات واشوف حاجات، احس انهم بيتكلموا على روح تانية خالص. النقيض، انا كل حلقه بطلعها، كل حلقه لازم الاقي كل واحد كاتب بوست شكل، لا كل واحد مش معلق. بس كده، انا بقرا كنت بعض التعليقات اللي محطوطه انه هي عملت كذا علشان عاوزه تثير الجدل، عشان عايزه تطلع ترند. عشان على فكره رغد، انا عايزه اقول لك حاجه بس عشان ده جهل. انت دلوقتي في برنامج صح؟ ده اسمه ايه؟ سابع سما. لا يعني سابع سما ده تي في شو. It's a hard talk show. صح. يعني ايه شو؟ فيه من انترتينمنت، فيه شو سبايسي، يعني عرض، يعني شو. It's a show. احنا طالعين نعمل شو، بس مش شو كذاب. لكن انا واجبي اني الفت نظرك، لو ما لفتش نظرك هبقى مش صح. هو بيقصدوا يمكن الازمات اللي بتحصل بعد كل حلقه، عرفت؟ عشان كذا. الامثله ما فيهاش خالص، يعني كل حاجه قالوها حصلت غلط. يعني كل حاجة قالوها لو مشينا بالترتيب كده، فتاة المول، كل اللي كنتوا بتقولوه على التحرش و غلط، احنا طلعنا صح. ولما طلعنا بفيديو صح محدش اتفرج على الفيديو. يعني احنا طلعنا صح. الحاجة التانية بالدخان والثعلب، محدش خد صور على من على موبايل، ومحدش عمل اي حاجة، وطلعت عملية ابتزاز رسمي فهمي نظمي. نمبر 2 التخان، انا عمري ما قلت ان ريحتهم وحشة، وكل الكلام اللي انتوا قلتوه ده ملوش فيديو ولا اي حاجة، دي تلافيق ملهاش اي اساس من الصح. تالت حاجه ايه؟ الثعلب. اعمل ايه؟ طب الثعلب عملنا ايه في ده؟ عايزيني اعمل ايه؟ انت اتفرجتي عليه هو بيتعذب، هو بيستعذب. هو مين قال انه تعذب؟ هو انا النهارده لما اجي اكبر صوره قوي لعينيكي دلوقتي، هما قالوا دمع. هو شفت انا الفيديو، المخرجه بتاعتنا اسمها ايه؟ ساره. لو دلوقتي ساره عملت كلوز اب على عينيكي قوي 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 قوي، نوع من الفلاش، هتلمع ولا يعني؟ لو ساره تعمل دلوقتي اكستريم كلوز اب على عينيكي، هيقول لك ريهام قامت ضربت رغد فعيطت، والناس كلها هتصدق ان انا قمت ضربتك وعيطت. ده ناس بقى لها 35 سنه بتعمل ده برخصه، يعني قانونا بتصطاد ثعالب توديها نقابة البيطريين ولا كلية البيطريين، يعملوا عليها تجارب وبعدين يسيبوها في البرية بعد كده. يعني ما بيقتلوهاش. وعلى فكرة ولو بيقتلوها وأنا صورتهم أنا ماليش دعوة. أنا ليا، أنا ممكن أصور ظواهر سلبية وممكن أصور ظواهر إيجابية لتسليط الضوء. وأنتِ بقى تصرفي بعد كده. أنتوا كلكم شتمتوني أنا، ومحدش جاب سيرة الصياد. أنا ما شفتش حد خالص جاب سيرة الصياد. وتاني يوم طلعنا فيديو والثعلب متسرح ومحطوط له شامبو دراي شامبو وبتاع، محدش شاف الفيديو برضه. وثلاث ارباع الناس اللي حاطه بوستات تشتم فيا من صحابي، حتى انا معايا صور ليهم دلوقتي بالمينك. الموضوع ده جاب لك السكر والزهايمر الى حد ما؟ الزهايمر انا بنسى. تنسي؟ عرفتي منين؟ عرفت.
اصلا شفت لك فيديو كنت مناسبه انا ما قلتش حكايه بنسى دي للناس. بقيت بتنسي؟ بقيت بنسى جدا بطريقه من كتر الضغط اللي انت فيه. لما رحت للدكتور النيورولوجيست قال لي ان لما بيبقى فيه اوفر ثينكينج او تفكير زياده او ضيق زياده زي ما تقولي المخ بيتلف، يعني بيبقى عليه ضغط كبير قوي فبينسى. واللي بيشتغلوا معايا هنا في النهار 10 سنين بيقولوا لك ان انا كنت بفتكر الكادر رقم 2 في الدقيقه 5 في الفريم رقم، يعني كنت كمبيوتر. فيصعب عليكي نفسك بصراحه، بس السن والسكر برضو كمان، السكر من ورا الضغط النفسي ده بيروح ويجي، بيروح ويجي الضغط النفسي. مع ان انا كنت قويه، ما اعرفش ايه اللي حصل. يعني انا طلعت من السجن وكنت زعلتي على حالك ولا زعلتي اكتر من الناس اللي حواليك؟ مثلا انا من المواضيع اللي برضو استغربتها، ازاي الكرو اللي اشتغلتي معهم 25 سنه ما حدش منهم بيكلمك، زعلانين منك؟ لا مش كلهم، معظم اللي اتسجنوا صح اكتر في القضيه اللي اتسجنوا ما بيتكلموش معاكي دلوقتي، مش عارفه ليه. ما انهم اكتر معتبرينك سبب انت في دخولهم، انهم كانوا بيشتغلوا معايا مثلا. طب ما انا كنت سبب في انهم يتعرفوا برضو، كنت سبب في انهم يبقى معاهم فلوس، كنت سبب في انهم يدخلوا النهار، كنت سبب في حاجات كويسه كتير قوي. وهو انا هم اتسجنوا وانا كنت في البيت يعني ولا ايه؟ درجة عايشة بشك صرتي يا ريهام، يعني خاصة قضية المعدة اللي دخلت وسجلت لك واللي من خلال هذه الحادثة نمت شهر بالسرير انت. لا هقول لك حاجة، دي انا المعدة اللي هي كانت بعتنها تسجلني دي، والله العظيم وحياة ربنا ما بكذب، انا قعدت 6 أيام في حالة ذهول، عارفة؟ والله العظيم وحياة ربنا قاعدة على الكنبة كده عاملة كده، وكل اللي بسأله نفسي ليه؟ عملت لها ايه؟ عمرها ما شفت مني حاجة وحشة. المعدة دي كان الكروب يكرهها كله، كان يقعد يقول لي ما تتعامليش معاها وبتاع، بس أنا مش كده. يعني أنا بالعكس اللي بيقولوا عليا صعبة في الشغل، بالعكس أنا بفوت كتير قوي. وخصوصا لو حد شاطر في الشغل. بس إنها بيصعب عليكي، عارفة بيصعب عليكي إيه؟ إن معقولة الناس دي مش بتحبني؟ يعني انا كنت بحس انهم بيحبوني، يعني لما كانوا مثلا يجوا هنا مثلا في النهار ويحتفلوا بعيد ميلادي ويجيبوا لي هدايا، واكيد الجمهور شاهد على ده، وكل ده كان كذب. انتوا قلتوا ملهاش قومه تاني، ملهاش قومه تاني، مش هترجع مذيعه تاني خلاص. واحده اتسجنت هترجع مذيعه تاني؟ مش هترجع تاني خلاص، ما بقالهاش عوزه، فاهمه؟ خلصت المصلحه يعني، خلصت. فانتوا كل ده كنتوا بتمثلوا بجد؟ والله العظيم، لان هو اللي بقى بعديها انا عييت وشلت مناخيري 3 مرات وجالي سكر وعملت حادثه بالعربيه انا وجوزي، محدش رفع سماعه التليفون يقول لي انت فين؟ ولا سلامتك ولا ازيك، بس عشان ما اظلمش هما 2، وفي 2 جدعان جدا بس ما كانوش معانا في المشكله. لكن اللي كانوا في المشكله لا، مش موجودين خالص. يعني كانوا اهلي صح، 23 سنه وشغل ومقنادي لقناتي، وبنقعد بحياتنا نحن بشغلنا اكتر ما بنقعد مع اهلنا وعيالنا ونبقى عاطيين. لا ولو ما خدوش فلوسهم يبقى انا مش هطلع البرنامج، ولو ما ده ما زادش يبقى انا مش هعمل، ولو طب عصاره التجارب كلها ريهام واللي حاصل بقيت عامله زي دلوقتي؟ بقيت باصه للناس على انهم وحشين قوي قوي. بتخافي حد يسجل لك؟ يعني انت لا انا ما بخافش، لان تطلع عمري ما خفت من حاجه بقولها، حد بيعمل لا لا حركه غريبه، عمري ما خفت من حاجه بقولها، وعمري ما بغلط في حد بدون وجه حق. اوكي، وانا مش غلطه، عشان كده انا عندي قضايا كتير يقول لك دي بتاعت مشاكل. لا انا مؤدبه بس محترمه، باخد حقي بالقانون، ما بردش على حد، ببص على كل حاجة من غير حب دلوقتي، من غير شغف، هي دي الكلمة الصح. عشان كده قررت تسيب الإعلام صح؟ أخذت قرار الاعتزال؟ يمكن أريحهم، يعني أنا قعدت أقول إيه طيب كان عندي 2 ساعة إلا 3 إعلانات، ما بقاش عندي إعلانات، كنت بطلع 3 أيام في الأسبوع 3 ساعات، بقيت أطلع 2 ساعة. طب كنت بتكلم في حاجات مهمه وبتاع، لا بقيت اتكلم في حاجات اخف وبطلع باسنت وبطلع اطفال وبعمل مش عارفه ايه، فالنجاح بيقل اكيد. اوكي، مش عاجب برضه.
حرب برضو ودفع لمين عشان يشتم فين وإيجار مين عشان يعمل كامبين إيه و... في الآخر يقولك ده استسلام. لا مش استسلام، ده ترفع. مش عاوز أوجع دماغ، ولا هنجح أكتر ما نجحت، ولا أنتوا هتنجحوا أكتر ما نجحت، ولا حد هياخد مكاني، ولا حد هياخد رزقي. هتجه للتمثيل. ساعدوك زملاء المهنة؟ بصي أنا بصراحة كلمت ناس ردوا، في ناس ما ردوش عليكي. كنت بتفرج على فيديو لمصطفى حسني، عشان أنا مصطفى حسني ده اللي معيشني يعني، ولكن من الدعاء برضو لازم السعي إنك تسعي. قلت خلاص أنا هكلم الناس أطلب منهم إن يشتغل معاهم. يعني أنت حاجة أنت ما تخيلتيش نفسك تعمل. لا 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 مش شخصيتي خالص. أنا بصي لو مفلسة اللي يمكن أطلب من أمي فلوس، لو عايزة أي حاجة اللي يمكن أطلب من جوزي. الطلب ده عزيز عليا جدا، مش حاجة من حد أبدا. يطلب مني أهلا وسهلا، بس أنا مطلبش حاجة من حد. فرفعت سماعة تليفون على كذا حد، قلت له أنا عايز أشتغل معك. لا رد كلهم كويس، بس هي على فكرة مش معنى ان هم ما شغلونيش معاهم يبقى. يعني هقول لك حاجة، من اجدع الناس مثلا محمد رمضان. محمد انا كنت زعلت منه من 3 سنين عشان مرضيش يقابلني في مقابلة برنامج، وقال لي ان هو ما كانش يعرف او كده، او انا ما كنتش انا المقصودة. يعني انا ما فيش مرة بعت واتساب لمحمد رمضان او كلمته وما ردش عليا. دايما بيرد عليكي؟ دايما دايما، لغاية من اسبوعين دايما بيرد عليا، وانا بحس ان ده جبر خواطر. هقول لك حاجه، عندك رساله من محمد؟ أنا عندك رساله؟ انا قبل التصوير قلت لها ان في انا رساله، انا بس محمد ما تزعلش مني، يعني في الكاميرا ما تزعلش مني، انا كده مش بسرب والله حاجه، بس انا عايزه اوري الناس. بس بيقعدوا يقولوا انك لبست وقلعت وظلمت التيار وعملت، ما ظلمتش حد على فكره، ده رايي وانت ما ظلمتش حد، ومش عايز يدفع له فلوسه وبتاع. امتى اخر مره اتكلمته؟ اتكلمنا قبل رمضان على طول. قبل ما يدخل المشوار ان شاء الله ربنا يوفقه. وقلت له انا محمد عايز اشتغل معاك، وانا تخيلت مش هرد عليا بصراحه، لانه كان ساعتها في تور في امريكا. وكان لو انا مكانه ما انا مش هرد، مش هرد يعني، ولا هسمع الواتساب اصلا. لان محمد بقى كبير يعني، أبا أمرضة أي حد. كلمتي قلت له أنا عاوز أشتغل؟ بعت له واتساب قلت له أنت أي حد بيقف جنبك بيبقى ناجح، وأنا محتاجة نجاحك دلوقتي، وأنا اشتغلت معاك بمحلال قبل كده، وكنت أنا ساعتها ناجحة جدا وأضفت للعمل، أنا محتاجة أن أنا أنجح دلوقتي معاك. فهو رد عليا، هقولك حبيبتي يا رورو ده حسن، وده شيء يسعدني وأنت أضافة لأي مشروع تشتغلي. حبيبتي يا ريهام والله انت ما تعرفيش كلامك اسعدني قد ايه، وبجد انت اضافة كبيرة جدا وفرقتي في المحلات كتير جدا جدا، و اللي ما تشتغليش معاه خسران كتير. انا عيطت ساعتها، لان كم الناس اللي تخلوا عني، وكم الناس اللي ما بيردوش عليا، وكم الناس اللي معاملتهم اتغيرت خالص من ساعة ما انا سبت الشاشة. رهيبة. زي مين ريهام؟ مين اللي خذلك؟ مين اللي اليوم بالفعل حس انه خساره او ما توقعتيش؟ لا كتير كتير ناس. كنا نقول الله يرحم. الله يرحم، ساعه ما كنت بتتكلم وبتتكلم كتير، وكتير ناس تكلميهم عشان حاجات بدون ذكر اسماء عشان ما يبقاش تشهير يعني، عشان ما نقعدش في قضايا لغايه السنه الجايه انا وانتي. خلوا عني. فانا دلوقتي في الوسط ده ماليش قيمه، يبقى عندي قيمة عند الناس، عند الجمهور، وده المهم طبعا، عند ربنا وده أهم بكتير، لكن في نظر الماركت دلوقتي أو ممكن أكون ولا حاجة. بس أنا عارفة غير ده، متأكدة غير ده، وعارفة أن أنا أي حاجة بدخلها ببقى إضافة جامدة جدا، مش شطارة مني، بس أنا أي حد اشتغل معايا هنا عارف كويس قوي أن أنا ما بنامش. يعني انا مجتهده زياده عن اللزوم، زياده اوفر بقى، دي الحاجه اللي انا اوفر فيها فعلا. انا مجتهده وبتقن شغلي جدا، فربنا بيديني على قد شغلي. كل ما يقولوا ماتت وارجع الحمد لله اقوى من الاول. احنا اخر حلقه هنا عاملينها في النهار وجايبه 45 مليون مشاهده.
ففكرة انك تحسي ان نظرة الناس اللي بتشتغل منك ولا حاجة دي مش حاجة حلوة. بس يعني على كل عمل واحد بس في ناس استجابت. يعني استاذ رؤوف عبد العزيز في مسلسل الانحراف ده انا اللي طالبه مني اني اشتغل معاه وطالبه من روجينا اني اشتغل معاها وهم استجابوا وشغلوني معاهم. وحسن عشان كده بقول لك يمكن عمل واحد ينسف كل المقوله اللي انت بتقوليها دي وطل وحده لو ربنا اراد. لو ربنا اكيد طبعا اراد ان انا ابقى يحسن. ممثله واحقق حلمي اللي انا درسته لان انا خريجه مسرح قسم تمثيل هيعمل كده. لو عايز يبعدني عن المجال ده هيبعد. اشتقت شوي وحشك شوي تكوني دور مذيعه شوي خالص. حتى لو قلت لك اطلعي لي ببريك وقولي انه بكره حيكون عندنا حلقه معاكي غير شكل. جسمي بيقشعر لان انا عمري راح. يعني انا النهارده بتم 47 سنه. عمرك ايه؟ بس احنا بنسجل النهارده ايه؟ 1 ابريل. انا النهارده 47 سنه. عمرك ايه؟ منهم 22 سنه نص اللي فات بالظبط. اللي هو لو عدينا الطفولة والكده أنا قضيتهم في الشغلانة دي. أخدت إيه؟ ولا حاجة. لأن أنا هتقولك أخدتي شهرة فإيه؟ أخدت شهرة فإيه؟ الفلوس كلها اللي اتخذت من الشغلانة دي اتصرفت محامين وقضايا كلها. ما حدش يطلع يقول إن أنا بقول إن أنا فقيرة وكده. لا أنا الحمد لله مستورة وكل حاجة لأن أنا بس صرفت كتير من اصلا من اللي اهلي الحمد لله كويسين لكن الفلوس اللي جت من الشغلانه دي صرفت كلها على المشاكل اللي ابتزني وخد مليون واللي هددني وخد مليون واللي المحامي اللي اخد كذا فهي راحت كده. والشهره انا شايفه انها نقمه. ضيع عمرنا نعمل انترتينمنت ونقول لك ما انتوا بتاخدوا فلوس. طب ما انتوا في شغلكم بتاخدوا فلوس انتوا كمان. بس عايزه اقول لك حاجه بس الجمهور بتاع السوشيال ميديا ده مش جمهور. لا موضوع السوشيال ميديا موضوع يعني النهارده لو منى زكي نزلت الشارع الناس هتشيلها فوق راسها عادي خالص. زي ما كان يحصل مشكله على السوشيال ميديا وانزل ربنا يخليكي على كل ربنا. اللي حاصل دي تيارات تانيه مختلفه لاسباب تانيه يعني بعيده عن الجدل بس يكون في تشدد في تشدد. لا انا عرفت خلاص الليله بتمشي ازاي. بيبقى في عدو ليكي او حاجه مثلا غيران من برنامج رغد فيجي يروح عامل كلوز اب على مش عارفه ايه او بتاع وياخد لك كلمه ايه وبتاع ويروح عامل الشراره خلاص ويدخل مثلا 1000 كومنت بنزين وخلاص بقى هي بتمشي مع بعضها بقى خلاص. كل الناس تصدق اي حاجه وتتسلى فيها طول الوقت وخلاص خلصت كده. مش مهم بقى ولادك مش مهم امك مش مهم ابوكي مش مهم نفسيتك مش مهم شغلك مش مهم اي حاجه. طب وليه بتختم من وقتك برضه بتطلعي وبترد ريهام وممكن في تعليق معين ترجع تطلع تجاوبي عليه؟ ما زال فاهمه الليله بالشكل ده؟ انا ما بقتش ارد على فكره. يعني في الثعلب ده ما ردتش. خلاص انا يعني ما بقتش ارد. انا وحشه يا جماعه وممثله وبقفقه وكل حاجه. خلاص انا بقيت عارفه ان هو مش كده واللي بيقول عليكي كده عارف انك مش كده وعارف انه متضايق منك وعارف انه بيحقد عليكي وعارف انه حاسدك وعارف انه عايز يبقى مكانك وعارف انه عايز يوصل للمكانه اللي انت وصلت لها. بس قلتي لي منى زكي لو مشيت الناس هتشيلها. الناس شايلاكي؟ الناس شايلاكي الحمد لله. يعني انا كنت في الاقصر من يومين كده في مستشفى ومش قادره اقول لك ده اللي يمكن بيعمل نوع من توازن بافكارك شوي وبطريقه نظرتك وبيراضيكي من جوا بيريحك ان اللي فات ما راحش وانه لسه الناس بس بلاش تضيعي بقى اللي جاي. اللي جاي هو اللي هنتكلم فيه غدا. نستكمل حلقتنا مع المتالقه دائما وابدا ريهام سعيد. احمد حسن من الناس اللي ظلمتني. لا 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 لو في 15 ارض مفيش هتنزلي لها سبعه هنزله ل 35,000 ارض. لا اكيد باللي عملته فيا سبع ارض. جورج ارتاح هو ده نفس الشخص اللي يقول على واحده دياب الجزمه؟ هو انا برفع قضيه على كل واحد على الانترنت شتم فيا؟ ده انا مش هخلص. تعالى بصعب عليكي وانا ولادي ما تصعبوش عليكي.
حسن شاكوش 7. وين وصلتوا؟ يلا القضية بتاعت السنة يعني بعد ربنا عايشة بيه. وانا توفيق عكاشة لما قعدت 3 سنين يغلط فيها رفعت عليه قضية.